متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء غير مستقرة في العاصمة الرياض وعموم المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية والغربية، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم: تكون الأجواء غير مستقرة، احتمال لزخات من الأمطار، 15 درجة مئوية كحرارة العظمى الملموسة، 15 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة: نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس مستقر لكن بارد نسبيا، سكاكا 17-7، تبوك 21-9، وعرعر 16-5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية: المدينة المنورة 26-17، جدة 32-20، مكة المكرمة 29-19، والطائف زخات رعدية من الأمطار 21-12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية: أبها 17-8، الباحة 16-8، جازان 28-24. بالنسبة للمنطقة الشرقية: الإحساء 22-9، الدمام 24-13، وحفر الباطن 18-8 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض: فرصة لزخات من الأمطار 15-9، بريدة 18-12، وحائل 14-9 مع فرصة لزخات من الأمطار. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.